مساكم الله بالخير والنور والسرور، ويا هلا ومرحبتين، يا هلا ومرحبا بكم، الله يحييكم وصلوا على النبي. ويا هلا ملايين طالعين ابوي من شيخة البلادين على ام سعيد على مستشفى خط الحياة. جيناهم الصبح مودينا البنت يوم انكسر ايدها، اليوم موعدها. قال ابوي انتو حمو جاي الصبح؟ قلت لهم ليش؟ قال ابوي انت ما الصبح، انت العصر الدكتور ابوها يشوفك يوم. وتو قال تو رد ادراجك. رجعنا والحين موعدنا بعد ساعة ونص، خمس ونص ان شاء الله نشوف الدكتور وتكون الامور طيبة باذن الله تعالى. حاجة الا بسيطة. وهذا ابوي شيخة البلادين، يا هلا ومرحبا فيكم. هذا يا ابوي الطبيعة، وهذا الشيء الزين هكذا ابوي باغي لكم. هي هاي طبيعتنا، وهي هذه مكاناتنا وديارنا وكل شيء. لو ابوي نبي نتصنع عماير وهذا ما يصلح. هاي شيخة البلادين وهاي طبيعتها. ابوش منه هالقوي، شوف ما شاء الله السدر. بنصور لكم ان شاء الله، انتم مستعجلين عاد الدختر بعدين نسولف معكم. هذا ابوي بدينا الحين بالانحدار من مدرج الهبوط من شيخة البلادين. كي يوم تبي ممكن بتصير باطنة لازم تقص لك يجي 80-90 كيلو ما شوية. اي ماشي طالع منه من البيت على الدختر دقيقتين ولا على، لا لا مكان بعيد. وكل ابوي طلعات ونزلات ماشي طريق يعني تخطف سيدة. الصبح جينا وتوسرنا وباكر بعدنا بنرد فيه. وهذا على شوفة عين كمان شيخة البلادي. هذا ابوي راعي اللباني. يا مرحبا. يا مرحبا بك والله يا خالد. كيف الحال يا ابو حمد؟ حالك بخير؟ راشد حالك طيب. هذا اللي تشوفه مع هادي من شبلان هو هذا. هو هذا ما هو. لا هو. شو الاخبار يا ابو حمد؟ حصلتنا انا في ابو ظبي ما يقول. في دبي انت. في دبي يا تابعني بالدقه ما شاء الله عليك. مره كيف حالك؟ عظيم براي لنا الشرف اليوم شفناك. انا اللي للشرف شوف. جزاك الله خير يا عاد حد من العرب معنا ما يبغى تلبيه. لا لا يقول خلاص ما في تلبيه. عتقناه عتقته في سبيل الله. انا عنهم. شو الامور يا ابو حمد؟ طيبه. علوم الدنيا خبر طيبه. مرحبا تسع علوم. انا ماشي مره. انا انتظر بس مو على اني ادخل الدخ ترى اصير هكا والبنت شويه. ايه ما شاء الله. شو لنا بعد ما الفحوصات هذه يشمل لنا احنا ولا اكيد انت اول واحد اروح البريم مره مره من هين تبع حظي يعني عندك لك باب قلبي طلق خلي تم. يا مرحبا وعلى حد على علينا على هالكلام. يا مرحبا يا مرحبا. وصلنا دختر خط الحياه. عيون هينش تعالي انت متشابه هناك صب الشارع تعالي منا يلا مشي بشي يلا. كلمنا هنا الدختر قال تعال ابوي انت محطوط لكم من الصبح لانه الدختر ابو انتو جايين قبل الصبح ما حتى وهيكي تو عاد جاء اسمنا موجود بنصير ان شاء الله بالحياه فوق. وهنا ابوي خط الحياه تعال 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 امشي. هذا كل مره وهددته. هذا ابوي بالسلامه شلينا الجبس بس عاد باكر مراجعه عند الدختور العود ثاني مره عشان ما الاعصاب وان شاء الله انها تكون بخير وعافيه. وشكرا شكرا خط الحياة ما قصروا من أول ما وصلنا لين خلصنا كلها 20 دقيقة. الجبس شلوه وسووا لها أبوي هذا الصناعي قالوا هذا أحسن لها. هذا لين مدة كم الدكتورة؟ أسبوع ولا أسبوعين؟ حسب عاد الدكتور هو اللي يحدد كم يوم. قال أسبوعين بس بعد أسبوعين أنا ما ردش معهم زين؟ يلا بالسلامة. يا مرحبا يا مرحبا. معنا رجال لكن ما يحب الطبور. ما بصوره ما بصوره كله بكم لو صوره هو ذاب القشايا. ايه لو اخبرك معنا عن علومه. تحياتنا لراشد المنعي. يستاهل ابو ريم. ابو ريم سلم عليك. معي ابو ذياب ويسلم عليك سلام كثير. لكن ابوكم ما يبتل بيك. مرحبتين ابوي. ايه قال لا تصور لي. قلت ما بصور. عب صورته فيديو غاو لكن تعرف شو انه امتسح وعاد حلفني. يا مرحبا وصلنا يا ابوي شيخة البلادين الحمد لله بالسلامة. ردينا من صوب الدخاتر وانت جلست وعاد نشوف الساعة 9:15 بتجيب عن لبان الكورة عمان والبحرين. يا ابوي نتمناها حالنا.
ونسارت حال بحرين ما بعيدة. كلنا أبوي هل كرجة لكن أبشرنا باقي نوح كل حد يجهل القمر على كرصه. أنا أقول يا ليت إن شاء الله أنها معنا ونسارت معهم. الأمور إلا طيبة ويا مرحبا بالمتابعين ومن النوع مو نوع القوي ما شئت أما ناخر كما مصري مرفع وصخبر مو أسوي إلا علي أبوي. يظ الله ويك. شو هذا زعفران؟ خلاص مقاش هذا زعفران. نعم أنا أبوك زعفران. عاد زعفران بتعب بتبيع على السفر؟ لا والله. ليش؟ 5000 الله يبيني.